بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل Chapter 7 Raft Foundation، وهناخد الجزء الثامن وهو استكمال لخطوات تصميم اللبشة. أنت لو تذكر في الأجزاء السابقة إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا رسمنا الـ Bending Moment Diagram ورسمنا الـ Shear Force Diagram، ومفروض النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تشيك على البانشينج بتاع الرافت فاونديشن. إحنا عارفين لو أنا عندي رافت فاونديشن بالشكل ده، في عندي ثلاث أنواع من الأعمدة. العمود ده بيسموه عمود وسط، العمود ده والعمود ده والعمود ده والعمود ده بيسموه أعمدة طرفية، أما الأعمدة الأربعة دولت بيسموهم الكورنر كولوم. طبعا احنا لازم نعمل تشيك على التلات أعمدة أو التلات أنواع من الأعمدة. هناخد أكبر لود جاي من الكورنر، وأكبر لود جاي من الطرفية، وأكبر لود جاي من العمود الوسطي. طيب كريتيكال سيكشن معروف ان هو على بعد دي على 2، على بعد دي على 2. فلو انا عندي عمود وسط، العمود ده مقاسه بي كولوم، في بي كولوم مثلا مربع، وديت على بعد دي على 2 على بعد دي على 2، يبقى ده الكريتيكال سيكشن بتاعي بتاع البانشنج. يبقى الكيو بانشنج في الحاله ديت هتساوي البي كولوم بتاعتي، البي كولوم اللي هي جايه عليه هنا هو ناقص الايه، الكيو افريج. كيو افريج عند الاربع نقط دولت كويس في المساحه اللي قدامك ديت. يبقى انا جبت مين؟ البي. طبعا المساحه هنا لو هو مربع هتبقى بي كولوم زائد مين؟ الدي الكل سكوير، يبقى دي كيو بانش. وبعد كده جيب بقى الكيو بانشنج كاستريسز، بتساوي الكيو بانشنج على بي نوت في الدي، حيث البي نوت ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن المحيط بتاع الشكل ده، يعني 4 في بي كولوم زائد دي. واضح؟ طيب ولازم يكون اقل من مين؟ من الكيو سي يو بي. طيب لو كان عندي عمود كورنر الموضوع مختلف. طبعا انا نفس الكلام، انا عندي العمود الكورنر معروف الحمل بتاعه، لو عايز اجيب الكيو بانشنج بتاعته يبقى بتساوي البي كولوم ناقص الكيو مين افريج، ماشي، في مين؟ في المساحه. المساحه عباره عن بقى مين؟ بي كولوم زائد دي على 2 في بي كولوم زائد دي على 2 اللي هي المساحه دي. كويس؟ جبنا الكيو بانشنج، لو عايز اجيب الكيو بانشنج ماشي، هي كيو بانشنج على المحيط في الدي. المحيط ما تقولش اربعه، لا ده هم حتتين بس اللي هم بي كولوم زائد دي على 2 مضروبه في 2. كيو بانشنج لازم تكون اقل من كيو سي يو بي. بنفس الكيفيه لو انت اتكلمت عن العمود طرفي، اكبر واحد طرفي، هتجيب من هنا مين؟ هتجيب من هنا الكيو بانشنج بتاعتك عباره عن ايه؟ عباره عن ها نفس مظبوط بي كولوم ناقص ها الكيو افريج عند النقط دولت في المساحه. المساحه هنا عباره عن ايه؟ بي كولوم زائد دي على 2 في بي كولوم زائد دي اللي هي المساحه ديت. طيب لو عايز اجيب الاستريسز يبقى كيو بانشنج بتساوي الكيو بانشنج على بي نوت في الدي. ايه البي نوت ديت؟ اللي هي الثلاث اجزاء دولت، يعني بي كولوم زائد دي على 2 مضروبه في 2. ها؟ زائد بي كولوم زائد دي مضروبه في واحده، ولازم تكون اقل من كيو سي يو بي. طبعا طمنت على البانشنج مفيش مشكله طالما اقل من كيو سي يو بي. طب نفترض ان هي طلعت اكبر من كيو سي يو بي، عندي حلين، يا اما ازود السمك بتاع الرفت. طب لو انا جايب سمك كبير خلاص ممكن نبتدي نعمل ايه بقى؟ يا اما نعمل دروب بانل او بيدستال، يعني زي ما تعودنا او زي ما قلنا الانواع المختلفه بتاعت الرافت فاونديشن. وبكده يبقى انت اطمنت على البانشنج شير على الايه الرافت فاونديشن. شكرا.